النبي صلى الله عليه وسلم: علموا رجالكم سورة المائدة. تعلموها ليش؟ لأن فيها مواثيق. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله. هذا الميثاق، العهد اللي في القرآن الكريم في سورة المائدة مواثيق. ولذلك يقول العلماء كل الضروريات الخمس وردت في سورة المائدة: حفظ الدين والعقل والمال والنفس، كلها جاءت، والعرض كلها جاءت في سورة المائدة. ولذلك بعدها لما قرأ الإمام، شوفوا، قال الله أول شيء بيّن لنا الحلال الطيب من الطعام، ثم بيّن لنا الطيب من النساء: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يعني علمك الطيب من الطعام وعلمك الحرام، ثم أخبرك كيف تنتقي المرأة الصالحة الطيبة وكذلك الرجل. وبعدها مباشرة كما قرأ الإمام في التسليمة الثانية قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إيش؟ طيب وش علاقة الغسل هنا؟ إحنا نقول طيبات وحلال وحرام، كأن المعنى يقول طيبنا لكم طعامكم وطيبنا لكم نساءكم وأزواجكم فطيبوا أرواحكم. الأرواح لا يمكن تتطيب، الأرواح لا يمكن تتطيب إلا إذا طهرت بالوضوء والصلاة والطهارة. ولذلك إن كنتم جنبا فاطهروا. طهارة الروح تكون بالاغتسال والغسل والوضوء والوقوف في هذه الصلاة. إني معكم، الله يقوله، معية الله لئن أقمتم الصلاة، أقيموا الصلاة الله معك، وآتيتم الزكاة، إلى آخر ما قرأ الإمام وفقه الله في هذه الآيات. ثم بعد ذلك تنتقل السورة: ولقد أخذ الله ميثاق. إيش؟ الله جاب لنا نموذجين، عاهدوا الله ولكنهم نقضوا العهود. ثم ختمت السورة، ختمت السورة بماذا؟ ختمت السورة تبين لنا هذه عهود. ويوم القيامة قرأ الإمام: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. الله وعد وأوفى. وتختم السورة: يوم يجمع الله الرسل ويقول ماذا أجبتم، يعني المواثيق اللي خذيناها عليكم سنحاسبكم ونسألكم عنها. قال الله: اليوم ينفع الصادقين إيش؟ صدقهم. طيب القصة عن سورة المائدة، احنا نعرف أن المائدة معجزة نزلت آية على قوم عيسى. نريد مائدة، لما يسألونه المائدة قال الله: إني منزلها عليكم.